اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في حب سيدنا محمد نور لبدر هدى متمم. قلبي يحن إلى محمد ما زال في ولاه متيم. ما لي حبيب سوى محمد خير الرسول طه المكرم. شوق المحب إلى محمد أضناه ثم به تألم. في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم. ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معوم. مدفن سيدنا محمد طيب القرى بلد مفخم. أحيا الدجى زمنا محمد حتى اشتكت قدمه أم ورم. لما على ودنا محمد مولاه سلمه وشلم.
ندعوك يا أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة لنا ننعم نرجو الشفاعة من محمد لو كنا نرتكب المحرم ملجأ وملجأنا محمد يوم الهوان به تحشم والنور جاء به محمد والحق بين إن تشلم السماء سماء محمد جبريل قال له تقدم والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تسوم والدين أظهره محمد والكفر أبطله فهدم أعمار سيدنا محمد ستون جيم ميم معوم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم
صلى الإله على محمد وصحبه كلهم وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصلى الله عليه وسلم. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته ورأفته. والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين لنهجه القويم، اجعلنا من خيار أمته، واسترنا بذيل حرمته، واحشرنا غدا يا الله في زمرته، واحشرنا غدا يا الله في زمرته، واحشرنا غدا يا الله في زمرته، واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته، وحينا مستمسكين بطاعته ومحبته، وأمتنا يا الله على سنته وجماعته، وأمتنا يا الله على سنته وجماعته، وأمتنا يا الله على سنته وجماعته. اللهم يا الله أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا به يوم يستشفئ به الخلائق فترحمها. اللهم يا الله إنا قد حضرنا وقرأنا مولد نبيك الكريم،
فأفض علينا ببركته لباس العز والتكريم، واسكننا بجواره في دار النعيم، ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم يا الله، إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء، أنكن لنا معينا ومصعفا، وبوئنا من الجنة غرفا، وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم يا الله، إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار الساجة الأبرار، أن كفر عنا الذنوب والأوزار، واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار، واجمع بيننا يا الله وبينه في دار القرار، واجمع بيننا يا الله وبينه في دار القرار، واجمع بيننا يا الله وبينه في دار القرار، وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار، وارحمنا برحمتك، واغفر لنا بمغفرتك، إنك أنت العفو الغفار الرحيم الستار الكريم الجبار الواحد القهار. اللهم يا الله، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فوجته، ولا دينا يا الله يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا محل المشكلات إلا أديته، ولا دينا يا الله يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا محل المشكلات إلا أديته، ولا دينا يا الله يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا محل المشكلات إلا أديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا سائلا إلا أجبته، ولا طفلا يا الله يا رب أو ولدا إلا ربيته وأصلحته، ولا طفلا يا الله يا رب أو ولدا إلا ربيته وأصلحته، ولا طفلا يا الله يا رب أو ولدا إلا ربيته وأصلحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. إلهي يا كريم، اغفر
إِلَٰهِ تَمِّمْ نِعْمَتَكَ عَلَيْنَا وَوَفِّقْنَا لِشُكْرِكَ مَا بَقِينَا. أذقنا برد عفوك يا إلهي وهون كل مطلوب علينا. فإن لا نعول في مهم ألم بنا ولا ما قد لقينا. على أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت فكنت لنا قامينا. وصل على رسولك كل حين محمد النبي الزاكي الأمينا. كذا آل وأصحاب كرام وتبع لهم والصالحين. بجاه المصطفى فرج علينا يا الله يا الله ارحم المؤمنين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله يا الله يا الله ارحم المؤمنين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة